فقرة التغذية والصحة والجمال لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، سنتحدث فيها عن مثل شعبي مشهور بيقول ايش؟ الصبوح الروح والغداء ما تيسر. حنتكلم اليوم عن أهمية وجبة الإفطار، وأكيد وجبة الإفطار بتعد من أهم الوجبات خلال اليوم، لأنه تناولها يساعد على التقليل من الجوع والرغبة في تناول الطعام، كمان تحسن الأداء خلال باقي اليوم وتساعد الجسم على خسارة الوزن. والفطور الصحي يجب أن يحتوي على أطعمة متنوعة تشمل منتجات الألبان والفواكه والخضروات. أكيد حنتكلم الآن عن أضرار إهمال وجبة الإفطار، وأكيد فيها أضرار كثيرة، فعدم الحصول على التغذية والطاقة اللازمة للجسم تساعد الكربوهيدرات والبروتينات التي غالباً ما تتوفر في وجبة الإفطار على تزويد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها خلال اليوم. أيضاً عدم الحفاظ على الوزن المثالي، حيث أنه إهمال وجبة الإفطار يجعل الشخص يشعر بالجوع، مما قد يدفعه إلى تناول العديد من الوجبات الخفيفة خلال اليوم أو اختيار أطعمة غير صحية كوسيلة للشعور بالشبع. من ضمن الأضرار أيضاً اللي موجودة أنه بتسبب انخفاض مستوى السكر في الدم، وبيساهم تناول وجبة الإفطار في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم طوال اليوم، سواء كان الشخص مصاباً بمرض السكري أم لا. أهم حاجة نحرص أنها تكون متنوعة، فيها خضار، فواكه، ألبان وأجبان، هذه كلها منتجات الألبان حتى مفيدة جدا من الصباح. أيضا من الأخطار اللي ممكن تسببها عدم التناول وجبة الإفطار زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، فقد أظهرت الدراسات الحديثة وجود صلة بين تناول وجبة الإفطار وصحة القلب. وذكرت مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الأشخاص الذين يهملون وجبة الإفطار يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. هي عموما وجبة الإفطار بتبعث في الجسم النشاط، تخليك تقدر تكمل يومك كله وانت بصحة جيدة. أيضا من الأضرار اللي موجودة في عدم تناولها تراجع الأداء في العمل والمدرسة، أنه بيساعد تناول وجبة الإفطار بانتظام على تعزيز القدرة على الانتباه والتركيز والأداء، كمان أهمالها يدفع الدماغ إلى إبطاء العمليات في الجسم، وذلك بسبب عدم وجود الطاقة الكافية للقيام بها أو القيام حتى بالتركيز والانتباه خلال الدراسة، خلال العمل، خلال يومكم كامل. إذن هذه هي كانت أهمية وجبة الإفطار اللي اديناها لكم لهذا اليوم، أتمنى أن تستفيدوا منها. في ناس كثير على فكرة بيهملوها عشان حابين أنهم يسووا رجيم مثلاً، والناس اللي بيأكلوا ربما تمرة واحدة وقلص ماء بس، أوكي ناكلها هذه اللي ممكن نحن نبدأ نفطر فيها. للناس اللي بيصحوا من بدري مثلاً 6 ممكن تأكل حبة تمر وقلص مي مثلاً، بس 7 خلاص تبدأ تفطر، أو 8 مثلاً ساعتين تبدأ تأكل لك حاجة، تأكل شوفان مع عسل مثلاً، مع حليب، أجبان، ألبان، زيت زيتون، هذه كلها الأشياء مفيدة جداً من الصباح، حتى لو كانت وجبة واحدة كويسة، خصوصاً للأطفال اللي بيروحوا المدرسة ولطلاب المدارس والجامعات، عشان تقدروا تركزوا في المحاضرات. ما تقولوش ليش إحنا بننسى، ليش إحنا بنخرج من المحاضرة وإحنا ناسين كل الذي ذكرها الدكتورة والمدرس معنا في المدرسة، ويكون في الآخر هو السبب الصبوح. ونرجع إلى المثل، الصبوح الروح والغداء ما تيسر.